بسم الله الرحمن الرحيم. تاني فيديو في الكلام بتاع المتر، نتكلم على الجزء بتاع دكتور مصطفى بتاع السويل والبلانت، سويل بلانت ريليشن. يعني تقدر تقول ان الكلام بتاع الهيدرولوجي احنا كنا بنتكلم لسه بنعرف ايه الووتر سايكل وايه الكلام ده. بعدين بعدها في جزء مش داخل في الميد بدأنا نتكلم بقى في نبدأ نحسب هو انا محتاج فوليوم تخزين عاملة ازاي بالكيرف اللي عندنا وكلام من ده. يعني بدأنا نخش في تطبيقات، فالاول ادينا شوية مقدمات وبعدها هنخش في تطبيقات. فبنفس الطريقة اللي احنا هنعمله دلوقتي، هناخد شوية مقدمات وناخد عليها تطبيقات. ايه التطبيقات بتاع السويل بلانت ريليشنز ايريجيشن سيستم؟ في النهاية يعني الجزء ده، يعني الجزء اللي فات هيبقى تطبيقه مثلا سدود، سي يعني تطبيق ان انا هعمل سد او هحسب مثلا بحيرة ناصر فيها قد ايه او هتخزن قد ايه كده. الجزء اللي جاي انا هحسب انا محتاج اروي الارض دي كمية مية قد ايه، وهرويها على انهي انترفلز، وهل هروي كل المية على طول. فهيبدأ بقى الجزء اللي جاي هو عبارة عن irrigation بحاجات كتير قوي بقى. وطبعا كلامنا في البداية هيبقى على السيرفس irrigation لان هو اقدم حاجة. السيرفس irrigation هو اقدم طريقة irrigation، يعني اكثرهم inefficiency في المية. الزراعة عامة بتاكل من 60-80% من المية بتاعة الناس، يعني بتاخد الزراعة لوحدها. وفي النهاية الزراعة دي انت يعني النبات مش بيستفاد بالمية دي كلها، ده بياخد 5% مثلا منها النمو بتاعه يعني. ماشي، ايه الهدف من اللي احنا هنعمله كله؟ احنا عايزين نحسب حاجة اسمها الإيريجيشن ديبث، وعايز احسب حاجة اسمها الإيريجيشن انترفل. دبس زي ما قلنا بنتكلم على فوليوم، فاذا محتاج احسب هو انا محتاج احط مية قد ايه وكل قد ايه. يعني محتاج انا عايز اروي النبات ده عشان يفضل يعيش او عشان البرودكتيفيتي بتاعت المحصول تزيد، فاروي بمية امتى، يعني قد ايه وامتى. هو ده الهدف من الشابتر. قبل ما نعمل هذا الكلام محتاجين نقدم بعض المقدمات، يمكن شبه مقدمات مادة السويل. عملنا حاجة اسمها 3 فيزور دايجرام لو انت فاكره، ان التربة بتاعتي مكونة من اول حاجة سويل، تاني حاجة اير ووتر الاول، تالت حاجة الاير. اتكلمنا ان كل واحدة من دول ليها فوليوم، في سويل في ووتر في الفويد او في الاير يعني، ويبقى دي كلها اسمها فويد بس مش مشكلة. هنا حاجة اسمها ويت الووتر، هنا ويت السويل، ده الويت توتال، ده الفي توتال، ده الفري 3 فيز دايجرام. طيب بعدين اتكلمنا على الدنسيتيز. انا دلوقتي بعرف مدخلات علشان نعرف نستعمل هذه الكلام. فالدنسيتي انواع، وكلمنا في دي في الماتيريال برضو قبل كده. في عندي حاجة اسمها الابيرنت دنسيتي او الفوليومتريك دنسيتي، تمام، دايما بيبقى جاما نوت دي، دي من بره كده الموضوع، او البالك دنسيتي. ماشي، هي الويت التوتال على الفوليوم التوتال، فدي كده ايه البالك دنسيتي، داخل في الويت المية وداخل في الفوليوم كل حاجة. بعدين قال لك في حاجة اسمها apparent dry density او الجاما دراي في السويل، اللي هي الويت بتاع السوليدز او الويت دراي، فاكر انت دي، على الفوليوم توتال. بعدين عندي في النهاية الجاما سوليدز اللي هي شبه الجي اس هناك، specific gravity، او يعني specific gravity في الجاما ووتر. فالجاما اس دي بتساوي ويت السوليد على فوليوم السوليد.
دي اللي هي اقرب حاجه بقى خلاص، اللي هو انا بحسب كثافه الرمله فقط كحبيبات، ماشي، هي دي الجمايس. بعدين عندي طبعا التربه فيها فراغات، فعشان اعبر عن الفراغات حتى في السول كنا بنقول عندنا في حاجه اسمها اي وحاجه اسمها ان، صح؟ فويد ريشيو والبروزيتي. انا هتكلم هنا على البروزيتي بس، الفاي والفاي في تعريفها هي فوليوم الفويد كله على الفوليوم توتال. ففوليوم الفويد هو فوليوم الووتر زائد فوليوم الاير على الفويد. هديرايف لي قانون بسرعة كده، ده هيساوي واحد ناقص او اسف فوليوم توتال ناقص فوليوم السوليدز على فوليوم توتال، ماشي؟ فده هيساوي واحد ناقص فوليوم السوليدز على فوليوم توتال. لو ضربت فوق وتحت في جاما ابيرنت دراي هلاقي ان تحت فوليوم توتال مضروبة في جاما ابيرنت دراي هيديني الويت السوليد، فاذا تحت ده مع ده هيديني ويت سوليد، ويت السوليد على فوليوم السوليد هيديني تحت جاما سوليد. فاذا الفاي ممكن اقول عليها واحد ناقص جاما ابيرنت دراي على جاما سوليد. ده برضو قانون ليه. طيب او خليهم وماله، بس شيل الاثبات. طيب ايه تاني، ايه تاني من الحاجات الجيفن اللي احنا محتاجين نعرفها؟ نتكلم على الووتر كونتنت برضو زي نفس الكلام. خلي بالك ما تنساش هنا ان جاما ووتر هي ويت الووتر على الفوليوم بتاع الووتر، ممكن تحتاجها، تسألش ازاي. يعني انت لو معاك فوليوم الووتر في حتة ضربها في جاما يديك الويت على طول، لو انت محتاج ويت الووتر في حاجة او محتاج فوليوم الووتر في حاجة وتفر. في عندي الووتر كونتنت، الووتر كونتنت احنا بنقول عليه دبليو سي في السويل، هنقول عليه هنا ثيتا. زي ما قلت لك ما تسالنيش في الرموز، انا ليش دعوه مش انا اللي عاملها، انا اسف، ماشي. الووتر كونتنت قال لك ممكن يبقى باي ماس وممكن يبقى باي فوليوم. الكلام ده موجود برضو في السويل بس احنا بناخد الفوليومتريك بس. اسف، بناخد في السويل الماس، الفوليومتريك ما بناخدوش هناك باين، والله ما فاكر، بس احنا يعني اللي كتب لك واحد بس الاثنين موجودين، يعني الاثنين بيتحسبوا بس انت واحد هيبقى كفايه. يعني ايه ويت باي ماس؟ يعني ويت الووتر على ويت السوليدز. يعني ايه الباي فوليوم؟ فوليوم الووتر على الفوليوم بتاعت التوتال. من هنا اقدر اقول ان السيتا في بيساوي سيتا ام، لو انا قسمت هنا على جاما وهنا على جاما فويت الووتر على جاما الووتر، ويت السوليدز على جاما الابيرنت دراي علشان دي تبقى توتال، هيديني طبعا الاسم هتقلب، هضرب ده في جاما ابيرنت دراي على جاما ووتر. ده برضو مهم، تحويلة يعني بين الاتنين ووتر كونتنت. لو ما قالش انا بفترض ان الووتر كونتنت باي فوليوم وكل شغلي باي فوليوم، الا لو قال لي ده باي ويت هقوم واخده محوله الفوليوم واشتغل. حلو كده، الشغل بتاعي هنا باي فوليوم. طيب المية، احنا اتكلمنا على الووتر كونتنت، هنتكلم برضو على حاجة ليها علاقة بالمية، حاجة اسمها السويل ووتر بوتنشل. هنشيل بقى ده، نبدأ بقى نشيل الكلام ده. مش عارف شوكة، ايه الشوكة دي؟ soil water potential. يعني ايه soil water potential؟ soil water potential هي يعني سهولة، خلينا نقول سهولة سحب النبات للمية من منطقة الجذر.
ما هي المايه بتكون موجوده في منطقه الجذر بتاعه وبيسحب. ف مدى سهوله الموضوع ده اسمه البوتنشال. فلو البوتنشال عالي معناها ان سهل على النبات انه يسحب المايه. طيب السويل ووتر بوتنشال ده بيتقسم لكذا حاجه. فاذا القاي هتساوي كذا حاجه، جزء جرافيتيشنال، جزء للسويل ماتريكس، جزء بالاوزموسس، او يعني السويل ووتر بوتنشال بيبقى موجود بسبب التلات حاجات دول. ماشي. الكاي دي بتتقال او بتتقاس كهيد او انرجي على فوليوم هيد يعني. طيب دي مش بقيسها، دي مش بعرف اقيسها. بعرف اقيس حاجه تانية، بعرف اقيس حاجه اسمها سويل ووتر تنشن. انا عايز اعرف الكاي دي بس انا مش معايا، انا معايا السويل ووتر تنشن. السويل ووتر تنشن بيساوي واحد ناقص الكاي. ف دي العلاقه الثانيه. فاذا هم عكس بعض، يعني لو ده زاد ده هيقل. حطها في دماغك ان هم عكس بعض عشان السالب دي. طب السويل ووتر تنشن يتقاس بايه؟ تنسيومتر. ايه ده التنسيومتر؟ ايه التنسيومتر ده؟ التنسيومتر عباره عن ريزرفوار بتوصل بماسوره، الماسوره في اخرها سيراميك بورس كاب. ماشي. وهنا في جيج مؤشر بيقرا لك السويل ووتر تنشن على طول. تقوم انت واخده وتتصرف انت فيه بقى. انت بتحط ال هذا يعني هذا التنسيومتر بتحطه في الرملة، المية بتبدأ تتحرك من الريزرفوار الى الرمل ان هي ناشفة، وتفضل تتحرك لحد ما يحصل ايكوليبريم، فتبدأ بقى تقيس الرقم يعني. طيب المياه جوه التربة، المياه جوه التربة عاملة ازاي؟ اما تكون هيجروسكوبك واما تكون كابيلاري واما تكون فري. طيب ايه الهيجروسكوبك دي؟ هيجروسكوبك مربوطة مع السويل بارتيكلز ديو تو الكتروستاتيك اتراكشن. انا باين سمعت الكلام ده فين قبل كده، سمعته في درس سويل. نفس الكلام يا فندم، نفس المادة. ما علينا. فالهيجروسكوبك ووتر دي دي لازقة في حبيبات الطين مثلا عشان عنده الكتروستاتيك اتراكشن. عندي المية دي مش بتروح للنبات، النبات مش بيعرف يشفطها. انت ما حدش يعرف يشيل المية دي غير لما تسخن البتاع على درجة 110 بين ولا كان كام. فالهيجروسكوبك ووتر دي انافيلابل. هي موجودة يعني، موجودة فيزيكالي موجودة، بس انا مش بعرف اخدها ان هي لازقة في الرملة. طيب وفي عندي كابيلاري ووتر. ماشي. ان هو انا عندي رود زون، ان انا بعد ال بعد الهيجروسكوبك ديا يعني انا بيبقى عندي فيه سيتا اتش اللي هو ووتر كونتنت اسمه الهيجروسكوبك ليميت. ماشي. اي مية قبل الهيجروسكوبك ليميت انا بعتبر ان هي مش موجودة، بعتبر الريزرفوار امتي مفهوش حاجة، لان كل المية اللي قبل الهيجروسكوبك ليميت بتتسحب يعني بتبقى هيجروسكوبك ووتر، بتتسحب بقوة الجذب اللي بين الحبيبات. بعد بقى الهيجروسكوبك ليميت بيبدأ بقى يبقى عندي كابيلاري ووتر، يبدأ يبيلد اب سويل ووتر بوتنشال، يعني يبدا يبقى في عندي سويل ووتر بوتنشال لحد قيمه اسمها الويلتنج بوينت. اي ميه تحت الويلتنج بوينت النبات هيحتاج يبذل مجهود كبير علشان ياخد الميه. يعني لو كميه الميه او الووتر كونتنت في السويل اقل من الويلتنج بوينت، النبات اللي موجود هيبذل مجهود كبير علشان يعرف يجيب الميه. من الاخر هي دي الفكره.
عشان كده اسمها ويلتنج الذبول. طيب بعدها تبدا المايه تعلى يبدا يبقى عندي في حاجه اسمها افيلابل ووتر. ماشي، تبدا المايه طبعا تبدا السويل بوتنشال يعلى، السويل ووتر بوتنشال، ويبدا يبقى في افيلابل ووتر، تفضل تعلى تعلى لحد ما يبدا عندي حاجه اسمها الفيلد كاباسيتي اللي هو الماكسيمم كابيلاري ووتر كونتنت او الماكسيمم ووتر كونتنت سستيند باي كابيلاري اكشن، اللي هو اقصى خلاص انت كده كل يا خلاص كده كل كابيلاري اكشن دي اخرها. طب لو زاد عن كده هيبدا يبقى عندي حاجه اسمها فري ووتر بقى، دي ميه ممكن تنزل مع الجرافيتي، ويبدا لو عندي فري ووتر بيحصل امبالانس بين يعني بيحصل عندي امبالانس في حاجه اسمها الووتر اير بالانس. عارف ليه؟ لو هي دي اللقطه اللي بتلاقيهم بيقولوا لك ما تسقيش نبات كتير هيغرق. يغرق يعني ايه؟ يعني انت شبعت التربه مليتها كلها ميه لدرجه ان مفيش متنفس، انت اخليت باتزان المياه والهواء جوه منطقه الروت. فاذا اي حاجه بعد الفلت كباستي انت بدات تضبش لحد ما هوصل للساتوريشن، خلاص كل الفراغات، ها كل الفراغات بقى فيها ميه، فالسيت اس هتساوي البوروزيتي، معنى ان كل واخد بالك كل الفراغات بقى فيها ووتر كونتنت، صح؟ او كاني بقول ان فوليوم الووتر هو هو فوليوم الفويد كله. طيب الكلام ده كان بقى ايه كده، فهنرسم الحاجة اللي تفهمنا الكلام ده. حبيت اقوله بالبق الاول كحكاية عشان نبقى حلوين كده مع بعض. زي ما قلت لك لو انا اتكلمت دلوقتي على الووتر كونتنت كده، ماشي، فاقول لك ان عندي كذا ليميت، صح؟ لو قلنا ان ده الدبث بتاع السويل يعني، فعندي اول حاجه هو الهيجروسكوبيك ووتر كونتنت، هو زي ما قلنا سيتا اتش اللي هو اي حاجه تحتها هي الرمله صاحبها لنفسها محدش ليه دعوه بيها. بعدين عندي حاجة اسمها ويلتنج بوينت هنا في مكان ما، حد الذبول، اي مية تحت الويلتنج بوينت بيبقى الموضوع صعب، ممكن اقول عليها unavailable water، ممكن اقول على الجزء ده كده ان هو بالكلية ده كده اسمه unavailable. ممكن اوصل بعد كده لحاجة فوق خالص اسمها الفيلد كاباسيتي، لو زودت المية بعد الفيلد كاباسيتي هوصل الى الساتوريشن. الساتوريشن حاجة وحشة يعني، مش حاجة ايه ده. طيب الجزء اللي بين الويلتنج بوينت والفيلد كاباسيتي اللي هي كابيلاري ووتر الموجوده هنا دي اسمها افيلابل ووتر كونتنت. طيب هل انا بستنى لحد الذبول او يعني الميه، انا بروي الارض فالووتر كونتنت يزيد، سي انه زاد لحد الفيلد كاباسيتي، هل هفضل استناه ينزل لحد الويلتنج بوينت وبعدين اروي؟ لا، البرودكتيفيتي هتتأثر زي ما نشوف. اذا انا هروي عند منطقة انا هقول عليها منطقة الريفيل، يعني انا هعمل ريفيل عند هنا، او اول ما اوصل الووتر كونتنت ده هعمل ريفيل، فده الريفيل بوينت. ماشي، فاذا اكشولي انا بتحرك هنا، او الووتر كونتنت في السويل انا عايزه يبقى بين الريفيل بوينت والفيلد كاباسيتي، فاذا المنطقه دي هي الريدلي افيلابل ووتر، او هي دي الميه اللي انا بستعملها، والريدلي افيلابل ووتر بتبقى فاكتور ما مضروب في الافيلابل ووتر كونتنت، ممكن يبقى 0.7 مثلا، لو ما قالش خده 0.7.
واقدر برضو خليهم اقدر برضو اقول لك ان الافيلابل ووتر كونتنت بيساوي الووتر كونتنت بتاع الفيلد كاباسيتي ناقص الويلتنج بوينت. الفرق ما بينهم اوريدي افيلابل ووتر بيساوي فيلد كاباسيتي ناقص الريفيل بوينت. حلو كده. طبعا الجزء اللي فوق ده فري جرافيتيشنال ووتر. طيب سي ان انا بين الفيلد كاباسيتي والريفيل بوينت، سي ان انا في مكان ما هنا عند ثيتا معين، ثيتا اي مثلا، وعايز احسب حاجه اسمها السويل ووتر ديبليشن اللي هو اتسحبت ميه قد ايه. يعني انا دلوقتي عند هذا الووتر كونتنت وزي ما قلت لك بملى لحد الفيلد كاباسيتي واستنى لحد الريفيل بوينت، فاتسحب قد ايه بيساوي الفيلد كاباسيتي ناقص اللي وصلت له، صح؟ لو انا عايز الكلام ده خلي بالك الحاجات دي يونتلس، يعني الثيتا دي يونتلس، فالفرق بينهم يونتلس. لو انا عايز الدبث اللي اتسحب هضرب في ال، ماشي، اللي هو الدبث اوف روت زون، ماشي. طيب برضو ممكن عاوز حاجة اسمها soil water remaining اللي فاضل، يعني ده اللي اتسحب عايز اللي فاضل. لو انا جيت حطيت خط هنا فده اللي اتسحب وده اللي فاضل، فاللي فاضل هيبقى الثيتا اي دي ناقص الريفل بوينت مضروبة في ال لو انا عايزة depth، ماشي. طيب انا بقول لك ان انا عايز احافظ على محتوى الماء بين الريفل بوينت والفيلد كاباسيتي. ليه؟ عشان الكيرف اللي جاي ده. عندي هنا حاجه اقول عليها البرودكتيفيتي، انا مش عارف ليه تخليه كده شويه، ماشي. دي البرودكتيفيتي الانتاجيه قصاد الووتر كونتنت، برضو ده كيرف مهم انك تبقى فاهم. هتلاقيني كيرف عامل كده، عايز دي تظهر شوية. مثلا whatever هلاقي ان هنا دي الهيجروسكوبيك ووتر، طبعا البرودكتيفيتي مفيش تقريبا صفر، ماشي. بعدها بشويه الميه تزيد هبقى عند الويلتنج بوينت، برضو البرودكتيفيتي قليله. ميه تبدا تزيد طبعا هنا البيك برودكتيفيتي، دي البيك، ماشي. هلاقي ان الفيلد كاباسيتي في مكان ما هنا، فطبعا انا مش عايز ارجع للويلتنج بوينت لان المنطقه دي مش قد كده، فهاجي في النص في مكان ما، تمام، واقول ان هنا الريفل بوينت بتاعتي عشان احافظ على البرودكتيفيتي هنا في الجزء ده اللي هو على الحته دي من الكيرف، بس اللي هو من هنا لهنا انا عايز البرودكتيفيتي تفضل في هذا الرينج، مع انه رينج كبير ممكن يبقى احسن بطرق تانية من الايريجيشن نتكلم عليها بعدين. وطبعا في نهاية هذا الكيرف بيبقى عندي الساتوريشن اللي هو مفيش انتاجية. طيب في كيرف تاني محتاج اوريهولك عن السويل ووتر تنشن، احنا قعدنا نتكلم عليه موريتهولكش. في حاجة اسمها الووتر ريليس كيرف، ماشي. ايه الووتر ريليس ده؟ قالك انت هتلاقي ان الكيرف عندك عامل كده، ما قلتلكش حتى الحاجات اللي عليه، ممكن يبقى فيه كذا واحد منهم. استنى.
ايه بقى الكيرف ده؟ ده كيرف للسويل ووتر تنشن والثيتا والووتر كونتنت. انا عارف ان كل ما المية تزيد كل ما البوتنشال يزيد، فاذا كاني بقول ان الكاي بشكل او باخر بروبورشنال مع الثيتا، فاذا السويل ووتر تنشن طبيعي يبقى العكس، ماشي؟ هيقل مع زياده الثيتا، يعني عند الثيتا العاليه هتلاقي ان التنشن قليل خالص او صفر، فدي هتلاقيها الثيتا ساتوريتد. تنزل تحت شويه هتلاقي ان النقطه دي والنقطه دي هما بتوع الفيلد كاباسيتي، ماشي؟ وهتلاقي ان الماكسيمم تنشن هتلاقيه عند الويلتنج بوينت. ليه انا راسم كيرفين؟ كل نوع من السويل هتلاقي له كيرف كده للسويل ووتر تنشن، وهتلاقي ان مثلا الكويس اوف سويلز السيلتي لوم مثلا هتلاقي الكيرف بتاعه اعلى من حاجه زي الفاين ساند. حلو كده. طيب لو انا عايز احسب الريدلي افيلابل ووتر مثلا في طبقة روت، هو هنا الجزء اللي بعدها هنا هي حسبة ان انا عندي روت زوم وعايز احسب الريدلي افيلابل ووتر، احسبها ازاي؟ محتاج اعرف الدبث. احنا الريدلي افيلابل ووتر هضربها في دبث لان الريدلي افيلابل ووتر يونتلس، عشان اعرف هحط ميه قد ايه بقى هنا، محتاج اعرف الدبث، محتاج اعرف السويل ليرز، لان زي ما قلت لك كل لير ليها سويل ووتر تنشن مختلف، ماشي؟ فمحتاج اعرف السويل ووتر تنشن بتاع كل لير. وخلي بالك في علاقه بين السويل ووتر تنشن والريدلي افيلابل ووتر لانواع مختلفه من السويلز. هخش اجيب لكل لير هجيب السويل ووتر، يعني لكل لير بالسويل ووتر تنشن هقوم جايب الريدلي افيلابل ووتر اللي انا محتاجه، ماشي؟ انا عندي لايرز وهقيس فيها السويل ووتر تنشن، منه هجيب الريدلي افيلابل ووتر لكل لير، هضربه في الهايت بتاع اللير وهجمع الكلام ده، هجيب التوتال ووتر نيد الدبس مثلا. حلو كده. هي دي الفكره. وقال لك لو انا عندي نسبه في طبقه من الطبقات عندي نسبه ستون او جرافل، محتاج اقلل قبل ما اضرب، هقلل الريدلي افيلابل ووتر، يعني هقلله بالنسبه اللي موجوده ستون، لان الستون او الجرافل مش هيسيب تنشن، فاهم انت الفكره؟ السويل ووتر بوتنشال بيزيد مع الجرين سايز، ماشي؟ بيبقى اسهل على النبات انه يسحبها او يسحب الميه. فده جزء بتاع اول محاضره. تاني محاضرة بقى، يعني اول محاضرة كلها ايه؟ افكار عامة في فكرة محتوى الماء بتاع التربة. طيب الخطوة الجاية هو اننا نجيب بقى الحاجات اللي انا قلتلك محتاج اجيبها. محتاج اجيب الدبث، يعني احنا جبنا الووتر كونتنت، محتاج اجيب الدبث، محتاج اجيب حاجة اسمها الاريجيشن انترفال، هروي كل قد ايه او ماشي. فهي دي اللقطة. طبعا النبات في كل مرحلة بيستهلك مية مختلفة، تمام؟ يعني في المرحلة اللي في الاول غير في المرحلة بتاعت التزهير او بتاعت يعني في كروب ديفلوبمنت، يعني يعني المرحلة بتاعت الفروتيشن اللي هو يطلع بقى النبات او يطلع اللي هو اسمه ايه، نسيت والله عايز اقول ايه، مش مشكله، يطلع يتظهر، حلوه تظهر، كلمه لطيفه، ماشي؟ المهم انها بتعتمد بقى على كذا فاكتور. قال لك في عندي مترولوجيكال فاكتورز انفايرمنت، يعني
في كروب فاكتورز على حسب نوع النبات وعلى حسب الإيريجيشن نفسه، تلاقي الكلام ده كله بيأثر. طيب انا ايه، انا داخل اصلا التاني محاضرة دي انا عايز ايه منها؟ انا عايز احسب زي ما قلت لك، عايز احسب الدبث وعايز احسب الإيريجيشن انترفل. طيب الإيريجيشن انترفل ليه علاقة بايه؟ هي المية بيحصل لها ايه؟ المية يعني جزء بسيط جدا منها هو اللي بيتسحب من النبات، لكن الباقي بيحصل له ايفابو ترانسبيريشن. فاذا انا هحط مية او هحسب حسبتي على اني احط مية بحيث كل ما الايفابو ترانسبيريشن تبخر كل المية الموجودة او محطت انا مية، هي دي الفكرة. فاذا محتاج احسب الايفابو ترانسبيريشن. احسبه ازاي؟ قال لك في كذا طريقة. اول طريقة هي approximate estimate، بيدي لك جداول من الاخر لانواع الكروبس المختلفة يقول لك دي الميه اللي هي محتاجها طول طول ما بينمو، واخد بالك؟ يعني هو من اول ما يعني من اول ما تزرع لحد الاخر هتحتاج كميه الميه دي. وجدول تاني يقول لك دي فتره بتاع ده، دي الفتره بتاعه النمو بتاعته. يعني كانه يقول لك بص النبات ده محتاج 1000 ملي وهينمو في 90 يوم، تحسب انت بقى ايه الكلام ده يعني، او تحسب الايفابو ترانسبيريشن يعني، او لان هي زي ما قلنا بيعتمد على كروب فاكتورز والكلام من ده. الطريقه الثانيه بتاعت الدايركت ميجرمنت انك تقيس الايفابو ترانسبيريشن عن طريق يا اما تقيس الووتر فيبر، يا اما في طريقه تانية اسمها باون ريشيو. انا بمشي على نظري بسرعة لان نظري يقولك بيقولك انا measuring amount of energy used to heat air relative to amount used to evaporate water، يقولك بيحسب منها يعني evaporation. وفي طبعا البان evaporation طاسة، انا بقالي ساعتين قبل النص ساعة دي بتكلم في الـ evaporation. بعدين في الووتر بالانس حبيبنا، معادلة اللي خارج يساوي اللي داخل زائد اللي اتخزن، اللي داخل يساوي اللي خارج زائد اللي اتخزن، تمام ماشي. وفي الليزي ميتر اتكلمنا عليه برضو ان هو بيقيس الايفابو ترانسبيريشن وان هو ادق. في طريقة سهلة هنستعملها معتمدة على المترولوجيكال داتا، تمام؟ ايه هي؟ قالك ان هو بيقيس الايفابو ترانسبيريشن لريفرنس كروب، ماشي؟ لحاجة ريفرنس، ممكن تبقى ايه جراس مثلا على ارتفاع معين مثلا 15 سنتي مثلا، يقيس الايفابو ترانسبيريشن لده. بعدين يقول لك ان الايفابو ترانسبيريشن هيساوي فاكتور في الريفرنس، بس كده هي دي. والفاكتور ده معتمد على المترولوجيكال داتا. اسهل حاجه من دول حاجه اسمها بليني كريدل. بليني كريدل عايز يجيب الكي دي عشان يضربها، فقال لك ان الكي هي فاكتور بيعتمد على حاجة اسمها بي وحاجة اسمها تي. البي دي هي نسبة اشعة الشمس او قال لك ايه الريشيو اوف توتال انوال دي لايت اورز، نسبة ساعات اشعة الشمس خلال الشهر، تمام؟ والتي هي التمبريتشر، يعني قال لك ضرب لك عدد ساعات اشعة الشمس في درجة الحرارة وقال لك ده هو ده الفاكتور بتاعي، تمام؟ لو انت هتظبط هذا الكلام على اليونتس بتاعتنا، لان ايه دي قالك فارنهايت وكلام من ده،
هلاقي ان الايفابوترانسبيريشن يساوي 192 في ك في ت زائد 17.8. كده هقول عليها بلاني كريدل كوفيشنت، دي البي بتاعت الصن لايت، دي التمبريتشر. بس كده يبقى انا لو محتاج الايفابو ترانسبيريشن هجيبه المعادلة دي من الاخر. طيب يبقى احنا جبنا الايفابو ترانسبيريشن هنستعمله في حسبة الانترفل، بس في حاجة احنا نسيناها وهو دبث المية نفسه اللي انا هعمله او اللي انا هحطه. ماشي، دبث المية هقول الاول عندي حاجة اسمها نت ايريجيشن دبث، ايه نت ايريجيشن دبث ده؟ قالك ده الدبث اللي انا هحطه يتخزن في الروت زون. طب وانا بخزن مية قد ايه؟ ايه الووتر كونتنت اللي بخزنه في الروت زون؟ بخزن ريدلي افيلابل ووتر، صح؟ يبقى النت ايريجيشن ديبث هيساوي الووتر كونتنت ده اللي هو الريدلي افيلابل ووتر مضروب في الديبث بتاع الروت زون، او الدي دي لو انا هقول عليها دي بتاعت الروت زون. خلي بالك ده منطقي، ما تحسش المعادلة دي غريبة. ما هو الريدلي افيلابل ووتر ده ووتر كونتنت، والووتر كونتنت هو في ووتر على في توتال، صح؟ لو الاريا ثابته ده هيساوي اتش الووتر على اتش توتال، بس كده. فانا هضرب ده في اتش توتال عشان يطلع لي هايت الووتر بس. ماشي، متحسش ان في حاجه غلط. زي ما قلنا ده ممكن يساوي ايبسلون في الريدلي افيلابل ووتر في الدي، في الاسف في available water content epsilon دي. ماشي، طبعا ال readily available يعني دي ممكن تبقى سيتا اف سي ناقص سيتا الويلتنج بوينت، بقى يعني عايز توسع على نفسك القانون براحتك. ماشي، طيب طبيعي لو انا متخيل اني اخزن 10 سنتي في التربة مش هدي مش هديها 10 سنتي بس. لا ماشي، في فين اللوسز يا فندم؟ اكيد في لوسز. فاذا هيبقى عندي حاجة اسمها irrigation depth، فعندي النت irrigation depth اللي هو دي ان دي نت، في عندي حاجة اسمها irrigation depth صحيح اللي هي دي اي، هتساوي دي ان زائد حاجات، زائد اللوسز. ماشي، وهزود عليها حاجه اسمها ليتشنج. ليتشنج غسيل التربه من الاملاح، عشان التربه لو اترسب فيها املاح كتير بحتاج احط ميه، الميه دي هيحصل لها درين. ماشي، هيحصل لها درين، هتتصرف، هتاخد الاملاح معاها وتنزل عشان الاملاح الكتير في التربه تعمل لي مشاكل. طبعا الليتشنج ده بيعتمد على حاجات كتير، بيعتمد على التربه، بيعتمد على الميه اللي بستعملها اصلا في الروي، وبيعتمد على النبات نفسه. ماشي، واقدر من هنا اقول حاجه نسيت، اقدر احسب حاجة اسمها الليتشنج ريشيو. الليتشنج ريشيو هو الليتشنج ديبث على الاي. ماشي، خلي بالك حاجة زي كلي بتحتاج ليتشنج اكتر عشان هي اصلا ما بتعديش الحاجة بالسهل. طيب ده الدي اي، دي المية، الدي اي ده الاريجيشن ديبث اللي انا عايزه عند الحقل، علشان في جزء هيبقى في الفيلد لوسز وجزء هيغسل. طب انا جاي من اول الترعه ولا من اول نهر النيل علشان اوصل لك؟ عايز اوصل دول، فمن اول النيل هدي لك دول؟ لا، ما هو في الطريق لوسز برضو، فعندي سيستم بقى، عندي سيستم ديبث او دي سيستم. دي سيستم هيساوي دي اي
زائد سيستم لوس. سيستم لوسز بقى ايه بتاعه الانفلتريشن بتاعه الطريق والايفابوريشن بتاع الطريق زي الاوبن شانل فلو بتاع زمان. تمام. فده ديبث تالت. فدي كل دول ديبثز محتاجه تتحسب. النت اريجيشن ديبث عشان ابقى عارف هو قد ايه موجود اوريدي في التربه. الاريجيشن ديبث اللي هو انا هروي بيه على الحقل. والسيستم ديبث اللي انا لما اجي من اول النهر هحطه. بعدين لهذا يعني لهذا السيستم ولهذا الفيلد محتاج احسب efficiency عشان اعرف كفاءة هذا السيستم اللي شغال. فعندي efficiency للفيلد وعندي efficiency للسيستم. efficiency الفيلد هو اللي اتخزن جوه الرملة على اللي انا سعيد بيه. وefficiency السيستم هو اللي وصل على اللي انا بدأت بيه. بس النهاية على البداية من الآخر. وطبعا لما تيجي على السيرفس إيريجيشن هتلاقي الإفيشنسي ضربة خالص يعني ممكن تبقى أقل من 50%. خلاص أنا جبت كل الدبثيات اللي أنت عايزها في حياتك. أرجوك اديني الإيريجيشن إنترفل لأن أنا برضو معايا الإيفاب ترانسبيريشن. زي ما قلت لك أنا هروي كل ما الروت زون المايه اللي فيها تقل او الريدلي افيلابل ووتر تخلص هحطها. ماشي. طيب تخلص كل قد ايه؟ احنا زي ما قلنا المين كالبريت بتاعي هو فاب ترانسبيريشن. فعشان كده هاجي اقول ان الاريجيشن انترفال هيساوي الدبث دبث اللي هو موجود في الرمله على الايفابو ترانسبيريشن. خلي بالك ايفابو ترانسبيريشن ده بيبقى ملي مثلا بير داي والدبس ده بيبقى ملي. فالاريجيشن انترفال هيطلع لك بالدايز مثلا. حلو كده. طبعا بيتاثر بقى بالتمبريتشر والويند سبيد وبيتاثر بحاجات كتير سواء ليه علاقه بالميترولوجيكال الجو وكده او السويل او الكروب نفسه لان الاريجيشن انترفال من كروب للتاني اكيد هيختلف. ماشي. كده خلاص كده خلصنا كل اللي انا عايز اقوله. كده محاضرات الميد بتاعه هذه الماده الحمد لله خلاص. ركز بس وانت بتحل. كان في حاجه عايز اقولها كنت هقفل قبل ما اقولها كويس. الايفابو ترانسبيريشن برضو ماشي من معادلة البالانس. اوعى تنسى يعني او اسف مش الايفاب ترانسبيريشن. انا عايز اقول لك حاجة ان ممكن لو عندي رين فول ماشي فالدبث اللي انا محتاجه هيساوي الايفاب ترانسبيريشن ناقص البرسيبيتيشن اللي عندي. دي لقطة بس تحطها في دماغك. هي باين في سؤال في الشيت موجود في اللقطة دي فكرة انها نزل عندي رين فكده الدبث اللي عندي هيبقى اقل يعني. او في حاجة ليه يعني حوالين النقطة دي يعني فكرة في النهاية ووتر بالانس برضو يعني بس كده.